رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما إن دارا بها حديث الكساء دار بل كم هناك من نظرائك فسوا بابها بجزن ونار كبسوا بابها بجزل ونار فعلت ثم ضجة الأعداء أي ذنب لفاطم يوم لاذت أي ذنب لفاطم يوم لاذت خلف باب عن عفة وحياء عن عفة وحيائي ايش صار فلماذا اتكى على الباب عمدا فلماذا اتكى على الباب عمدا عاصرا جسم غاب كل اعتدائي فلماذا اتكى على الباب عمدا عاصرا جسم غاب كل اعتداء صار بكل اعتداء أسقطت محسنا جنين حشا يا زهراء أسقطت محسنا جنين حشا إن قلب الأحزان إن قلب الإنسان بالأحشاء اي والله أسقطت محسنا جنين حشا إن قلب الإنسان بالأحشاء بعد إيش صار ثم قادوا بالحبل قزرا عليا وهو يدعو بسيد الشهداء علي جروه وينخى يعني ينخى. طبعا بذاك الوقت سيد الشهداء حمزة مو الحسين حمزة وهو يدعو بسيد الشهداء يا أخي جعفر وحمزة عمي أدركوني يا سادة البطحاء الأحياء ما بيهم حظ راح للأموات قام ينخاهم سلام الله عليه أدركوني 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 يا سادة البطحاء الزهراء إيش صار ثوت الطهر وهي مغمى عليها برهة لم تفق من الإغماء أخذوا بعلها أخذوا بعلها وحين أفاقت تبعتهم بصرخة وبكاء خلوا ابن عمي يا فكلما كان يوم ذاياك نواتا لمصاب الحسين في كربلاء ذاك الأساس شلون فبضلع الزهراء فبضلع الزهراء فبضلع الزهراء كم صدر قدس رضت الخيل في ثرى البوغاء فبضلع الزهراء كم صدر قدس ربت الخيل في ثرى البوغاء خرجت فاطم لقبر أبيها مستغيثة مستغيثة لا كزينب الحوراء أكو فرق شلون
خرجت فاطم لقبر أبيها مستغيثة لا كزينب الحوراء. هذه يعني فاطمة، هذه بين لمة من نساء، هذه بين لمة من نساها، تلك ما بين جحفل الأعداء. هذا الفرق. هذه بين لمة من نساها، تلك ما بين جحفل الأعداء. بعد هذه أجهش الورى لبكاها، أن المجلس كله بكى في مسجد النبي. هذه أجهش الورى لبكاها، وزينب تلك قاست شماتة الخصماء، تلك قاست شماتة الخصماء.